ويواصل فريق الزرع تدريباته اليومية تحضيرا لمواجهة العهد اللبناني الثلاثاء المقبل على ملعب كربلاء الدولي ضمن الجولة الخامسة لحساب المجموعة الثانية من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي. يسعى فريق الزرع لتحقيق الفوز من أجل مزاحمة العهد على صدارة المجموعة مع أفضلية وجود مباراة مؤجلة للزرع أمام المنامة. ويحتل الزرع المركز الثاني للمجموعة برصيد 5 نقاط من 3 مباريات، فيما يحتلي العهد اللبناني صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط من 4 مواجهات.